للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا خالد خيري. خالد، هل من الواضح كيف سيتعاطى فريق ترامب مع هذه المطالب من اللجان في مجلس النواب، وإن كان الفريق سيسلم هذه الوثائق المطلوبة المرتبطة بقضية أوكرانيا؟ نعم، من المستبعد أن يسلم الرئيس الأمريكي أو إدارته الرسائل أو المكالمات المسجلة بينه وبين الزعماء حول العالم، خاصة فيما يتعلق برئيس وزراء أستراليا كذلك، لأنها كما جاء في تقريرنا أخفيت بذات الطريقة التي أخفيت بها مكالمة أوكرانيا. البيت الأبيض عين عددا من المحامين على رأسهم رود جولياني محامي الرئيس للرد على كل هذه الاتهامات، ولكن تقرير النيويورك تايمز تسلمت لجنة الاستخبارات نسخة منه، وعلى الفور بدأت تحقيقات جديدة وخيوط أخرى لاتهامات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذه المرة بخصوص محاولة التأثير على سير تحقيقات روبرت مولر الذي كان يحقق في قضية التواطؤ مع روسيا خلال الانتخابات الرئاسية السابقة. البيت الأبيض رد على هذا الاتهام أيضا فيما يتعلق برئيس وزراء استراليا بنشر خريطة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل نشر خريطة قال فيها إذا كنتم تريدون عزلي فعزلوا الولايات المتحدة، ووضع امبيشمنت كلمة عزل على كامل الولايات والمدن الأمريكية. أيضا هناك تحقيقات جارية داخل الخارجية الأمريكية مع ما يقرب من 150 دبلوماسيا أمريكيا فيما يتعلق بالتسريبات التي خرجت عن الإيميلات التي تسلمتها هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية السابقة والتي استخدمتها على جهاز خاص بها. لكن خالد، هل من الواضح فعلا في ظل تفاقم هذه الأزمة ودخولها من تعقيد إلى تعقيد آخر، كيف سيتعاطى جديا البيت الأبيض مع هذه التحديات؟ كيف سيتعاطى فريق ترامب مع هذه التحديات؟ أم أن الرؤية والتصور الحاضر هو المضي إلى تصعيد الخطاب فقط لا أكثر؟ دونالد ترامب يعلم بها أن مجلس النواب الأمريكي ماض في هذه التحقيقات وسيتخذ قرارا قريبا بالتصويت بالأغلبية على عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حتى الآن أكثر من 250 عضوا داخل الكونغرس منهم جمهوريون وافقوا على التحقيقات في قضية العزل، ولكن دونالد ترامب يبدو هادئا وربما متشددا تجاه هذا الأمر، لأنه يعلم أن القصة برمتها في يد مجلس الشيوخ الأمريكي وهم ينتمون له، وبالتالي لن يصوتوا لصالح قرار مجلس النواب. هناك هدوء حذر داخل البيت الأبيض، ولكن ترامب وهو يهاجم الديمقراطيين يعلم أنهم لن يصلوا إلى شيء في هذه القضية، والمقصود هو تشويه صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من واشنطن خالد خيري.